نرحب بيكم مره تانية اعزائي المشاهدين، ونرحب بخبيرنا التحكيمي اللي منورنا دايما كابتن نصر عباس. منورنا كابتن نصر. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، تحياتي للنجوم الكبار كابتن علي مهوب، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بلال، وكابتن اسامه حسني. منور يا كابتن نصر. منور يا كابتن. مبروك النادي الاهلي كابتن ايمن في البدايه للنتيجه وللاداء، حاجه محترمه جدا جدا. ان شاء الله باذن الله نكمل فرحتنا في المباراه اللي جايه، وده شوط اتلعب ان شاء الله، الشوط الثاني ان شاء الله في القاهره النازل النادي الاهلي يفوز ويلعب النهائي. كابتن ايمن، بنتكلم على الحكم، وزي ما قلنا احيانا الحكم يا بلال بيبقى محظوظ بامانه يعني. النهارده الحكم محظوظ، النهارده مفيش جمهور، ودي حاجه بنتكلم فيها صعبه جدا جدا. الجمهور بيثبت هل الحكم النهارده كابتن علاء عنده ثبات، عنده شخصيه، ما بيتاثرش. دي كانت حاجه مهمه جدا جدا. شيء تاني، النادي الاهلي النهارده في الدقيقه بدايه المباراه بيرسو بيجيب جون، الدنيا بتبقى هاديه، الهدوء دوت بيدي طمانينه للحكم كابتن علاء. طول ما الامور ماشيه بشكل كويس والفريق فايز والنتيجه، بيدي طمانينه للحكم. هروح بقى كمان حاجه مهمه جدا جدا النهارده، ودي اللي احنا عاوزين نقف عندها كويس قوي. ده حكم صاعد، وشوف الفكر بتاع لجنه الحكام في افريقيا يا بلال. الحكم صاعد، مباراه تقيله، اهلي والترجي، مباراه كبيره جدا جدا، حاطط له مين على الفار؟ مين على الفار النهارده؟ افضل حكم في افريقيا صبغ غربال. صبغ غربال طبعا. وده بيودينا حاجه مهمه جدا جدا، حكام الفار يا اسامه ليك معايا، لابد ان هم يكونوا افضل من حكام الميدان، افضل من ناحيه الخبره، ناحيه اللياقه الفنيه، تحديد القرارات، مين اللي بيدي للحكم او بيصحح هو حكم الفار. واحنا بنتكلم كمان خاصه في الدوري المحلي، لابد ان يكون حكم الفار اقوى من حكم الميدان، وده اللي عمله الاتحاد الافريقي النهارده، كان مصطفى غربال في المباراه. هنروح الحكم، هتكلم على الحكم في ثلاث جزئيات مهمه جدا جدا. شوف بقى كل السهوله اللي كانت موجوده كابتن علاء، وانا بتكلم كتحكيم، النادي الاهلي كسب 3-0، وده مش معناه ان الحكم كان كويس، ولكن على الرغم ان فيش اختبارات داخل الصندوق والنتيجه ساعدت الحكم ومفيش جمهور، كل هذه العوامل، ولكن الحكم النهارده كابتن ما اقنعنيش نتيجه ثلاث حاجات. اولا التردد في اتخاذ القرار، وده هنشوفه من اكتر من حاله، متردد جدا جدا. السفاره بتطلع على الصوت، على اللاعب لما بيزعق، على اللاعب لما مثلا بيقول اه بيروح مصفر. التردد هنا مفيش ثقه في اتخاذ القرار. الحاجه الثانيه، عند الحكم عنده مشكله كبيره جدا جدا في التمركز، يعني دايما هتلاقيه في مسار اللعب، دايما هتلاقيه جوه اللعب، مش عارف يخرج حتى من محيط اللعب نتيجه القراءه اللي هي غير جيده بالنسبه له في المباراه. نتكلم في الناحيه الفنيه، القرارات الفنيه عنده مشكله، سواء كانت العقوبات الانضباطيه او القرارات الفنيه. يعني هنشوف فاولات وانذارات كان يجب ان هو يشيرها، ولكن طبعا زي ما قلت هو يعني المباراه هاديه، وبالتالي هنا بنقول الحكم يعني النهارده لو النتيجه صعبه والجمهور موجود، لا الاداء كان هيختلف تمام. هنروح للحاله الاولى، وهقول لك ان دي اول حاله هو حسبها اسامه ركنيه على النادي الاهلي، دي كانت في اول حاله معانا. ونشوف هنا الكوره، هنا الشناوي، هنا كوره ما جاتش في ايد الشناوي خالص، جت القايم. مظبوط. وده بيقول لك على التركيز، يعني انت النهارده عملت كورنر من الهوا. صح. طب ما النهارده الكورنر ده كان ممكن يجي جون. صح. نتيجه عدم تركيزك. وحسبت ركله ركنيه، وهي اصلا الكره خبطت او ردت في القائم وراحت كورنر. هنا الفار ما اتدخلش، يعني بلال راحت كورنر، جت جون، جون خلاص. دي بنتكلم على تركيز الحكم، من فضلك ما تخش بالشكل، لان هنا الكره طبعا مش كورنر، هي كانت ركله مرمى. دي كانت اول حاله معانا. شوف هو واقف فين، بعيد جدا جدا، مش مقدر كويس. اتفضل كابتن علي. يعني دي لو 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 دخل الجون الفار ما يتدخلش والغيه خالص. لا لا، يعني بعد الكورنر لعبه جديده كابتن، لعبه جديده كابتن، لعبه جديده خلاص. يعني يعني احنا بنقول دايما الفار بيتدخل يا كابتن عادل في اربع حاجات، هدف او ليس هدف، بطاقه حمراء مباشره، تمام، الحاجات اللي هي الصعبه جدا، ولكن هنا النهارده ده كورنر، فهنا الفار ما بيتدخلش. دي كانت اول حاجه معانا في هذه الحالات. نروح للحاله اللي بعد كده. طبعا هو كان يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لعبه مهمه جدا جدا كابتن ايمن، انا حطيت ايدي على قلبي. محمد هاني ده، محمد هاني ثاني ودي دايما يعني هو كان تقديره 10 على 10 هاني،
صراحه ممتاز فيها، ممتاز كانت بره 18 هي. لا لا كان جوه كابتن والله. لا كان جوه، كانت جوه 18. اه انا بقول بقى سواء جوه او بره. انا عندي كابتن اسامه مهمه جدا جدا، تاكلينج انت كلاعب انت وحظك صح، لان لو التوقيت بتاعك مش مظبوط في خلل ورايح في المكان خلاص خدت رجل اللاعب. فكان محمد هاني متميز جدا جدا، عمل التاكلينج وحط رجليه في الكوره، وهنا طبعا كان قرار الحكم كان قرار صحيح باستمرار اللعب. هو كان عشان هنا تمركزه كويس، شاف كويس قوي التفاصيل بتاعه الحاله، ولكن في مثل هذه الحالات خلي بالك يعني بيقول دايما للمدافعين لو انت مش هتلعب بنسبه مليون في الميه بلاش صح التاكلينج. قرار صحيح للحكم واستمرار اللعب كان قرار صحيح. وهو كمان هنا شوف هنا هاني يعني لعبه صعبه جدا جدا جدا، وبحيي فيها محمد هاني بامانه، لان يعني لما عمل تاكلينج راح على الكوره وليس على قدم اللاعب المهاجم. تمام. اي يلا خلينا نروح للحلقه اللي بعد كده، نتكلم على قراءه اللعب، ودي عليها مهمه جدا جدا. دايما اللاعب بنقول اللاعب امتى بيروح في المكان الصح. بلال وانت كنت مهاجم وعلى كان في نص الملعب، دايما بيختار المكان الصح اللي هو ما يدخلش في مسار اللعب، وده نتيجه الخبرات يا كابتن ايمن. هنا راح السؤال يا كابتن، هو انا هنا بعمل ايه؟ بيعمل ايه بجد؟ خلي بالك ده اكتر من لعب، احنا بس ما عندناش الماتيريال. اكتر من حاله يا بلال الحكم بيروح في مسار اللعب، انت هنا جاي ليه؟ يعني ايه اللي جابك هنا؟ لعبه مهمه جدا جدا وفي الاخر خلاص اصطدمت بيه، وهو حتى ابتسم كده وعرف ان هو غلطان وعمل اسقاط للاعب الترجي، رغم ان هي راحت للاعب الاهلي. ايوه بالظبط. تمام يا اسامه؟ بالظبط. بيتكلم على التمركز، لابد ان هو يطور من ادائه في قراءه اللعب، التمركز بعيد عن محيط اللعب. الحاله الاخيره شوفها، وهنا هنا التردد، وانا قلت في البدايه يا كابتن بلال التردد. هنا ضرب من غير كوره. استوجب انذار. على الاقل يعني وانت رحت حطيت ايدك في جيبك. دي يا كابتن اسامه مفيش فيها هزار. لعب نادي الاهلي عدى، هنرجع بس للعبه دي مهمه جدا. الجوي هنا لعب نادي الاهلي عدى خلاص. الترجي راح راكل من الخلف. مفيش فيها فصال. حطيت ايدك في جيبك ورحت وبعدين رحت حاطط انذار في جيبك تاني ولعبت. لا الكلام ده مش موجود في التحكيم. القرار قرار، هنا في بطاقه مستحقه. وخد على كده يا كابتن ايمن حالات كتيره جدا، ولكن انا يمكن لخصت الناحية الفنية، قراءة اللعب، التمركز، التردد. أربع حاجات بقولهم حالات. والمباراة سهلة خلي بالك، لو المباراة النهاردة كانت صعبة وجمهور يا بلال ونتيجة كانت 1 أو 2-1، لا الأمور كانت أصعب من كده. نتمنى إن في مباراة إن شاء الله النهائي يا كابتن أيمن، وده اللي بنقوله من خلال استوديو النادي الأهلي، لابد يكون حكم، يكون حكم شخصية، حكم فني، حكم خبرات. نتمنى عشان يحقق العدالة ما بين صحيح. الفريقين. مبروك للنادي الأهلي، وشكرا حلو على وشك حلو دايما يا كابتن. الله يخليك ربنا يخليك. شكرا يا كابتن نصر، متعتنا كالعاده. الله يخليك. بننتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الذهاب بين النادي الاهلي ونادي الترجي في ملعب رادس في تونس، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثيه رائعه مع الرأفة، ووضع قدما في الدور النهائي مع انتظار مباراه العوده ان شاء الله يوم الجمعه القادم. يوم الجمعه القادم بإذن الله جماهير النادي الأهلي تملى مدرجات استاد الرعب، جماهير العظيمة اللي عودتنا دايما إنها تبقى متواجدة خلف النادي الأهلي. إن شاء الله العودة يوم الجمعة القادم، وتعزيز الفوز بإذن الله للنادي الأهلي العظيم. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق مرة تانية للنادي الأهلي في مباراة العودة يوم الجمعة القادم. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن علاء مهيوب، ألف شكر كابتن وألف مبروك. شكرا يا ايمن، حطينا قدم لسه كده في النهائي. إن شاء الله نأكد إن شاء الله يوم الجمعة الجاي مباراة محترمة ونتيجة مطمئنة، وإن شاء الله توصل النهائي بإذن الله رب العالمين. كابتن أحمد بلال شكرا يا كابتن، أمتعتنا. ربنا يخليك كابتن أيمن، ومبروك للنادي الأهلي إن شاء الله، وعقبال النهائي بإذن الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. كابتن علاء الرحمن شكرا يا كابتن، أمتعتنا. شكرا كابتن ومبروك، وإن شاء الله نستنى المباراة الثانية ونروح للنهائي بعد إن شاء الله بإذن الله. كابتن أسامة حسني شكرا يا كابتن. ألف مبروك للنادي الأهلي، وعقبال إن شاء الله الماتش اللي جاي، وعقبال النهائي بإذن الله يا رب إن شاء الله. وشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.